الفل على حضرتك. اهلا وسهلا. ده احنا اتشرفنا بحضرتك ومنور قناة الاهلي. لا الشرف ليا، الشرف ليا. الف الف شكر الحقيقه، يعني حاجه اتفضل. تفرح وحاجه بجد تخلي الواحد يشعر بالفخر. واهم ما في الموضوع هو ان المشاركه بتاعه الفريق بتمثل التواصل مع المجتمع الامريكي خارج الصندوق زي ما بيقولوا هنا، ما هوش تواصل تقليدي ولكن صوره مشرفه للبنت والمراه المصريه، بصوره بتمحض اي ادعاءات مخالفه لوضع المراه او جميل المصريه. جميل قوي، جميل قوي يا سياده السفير محمد ابو الدهب. يعني انا عايز كنت اسال حضرتك رد الفعل، لكن حضرتك دخلت في الموضوع على طول، فياريت حضرتك تستفيد في هذا الموضوع لانه موضوع مهم جدا جدا. ده هو مهم جدا التواصل مع المجتمع الامريكي على مختلف المستويات، مش بس مستوى تجاري او سياسي او اقتصادي ولكن ثقافي ورياضي، لان ده اللي بيفهموه. يعني لما بيقروا في الجرايد مع بعض الادعاءات الخاصه بوضع المراه والفتاه في مصر، يشوفوا ازاي بيلعبوا كوره، ازاي بيغلبوا فرق كبيره، ازاي بيبذلوا مجهود وفكر زيهم وهم مصابين عندهم اعاقه فكريه. ده في حد ذاته بيبهر المواطن الامريكي العادي، خاصه ان التغطيه اعلاميا هنا كانت مكثفه نظرا لمرور الاحتفال بمرور 50 عاما على بدء اولمبياد الطقس. لا حاجه تشرف وتفرح حقيقه، يعني تدي دايما امل ان فعلا المستقبل افضل بكثير من اللي فات. اكيد يا فندم، اكيد اكيد. كمان هيبقى في تكريم من حضرتك، انا مش عايز ادبس حضرتك لكن اكيد هيبقى في تكريم من حضرتك. لا طبعا طبعا طبعا، احنا مع الفريق من اول يوم، والتكريم والاستضافه ده يعني بصوره متواصله. أكيد يا فندم، على طول. أكيد يا فندم، حضرتك صورة مشرفة لمصر في مكان حضرتك، وإن شاء الله كل التوفيق لحضرتك فيما هو قادم، وإن شاء الله كل التوفيق للبعثة. ربنا يخليك ونورتنا يا فندم. شكرا يا فندم، نورتنا، تشرفنا بحضرتك. شكرا جدا، شكرا جدا، شكرا يا فندم. أيمن بيبعت، اتفضل. شكرا يا كابتن ميزو. يعني بصراحة يعني مناسبة جميلة جدا يا فندم. والله يعني سياده السفير مع حضرتك، وكمان بنهنيك، وكمان انا قلت له بقى اكيد هيبقى في تكريم كمان، فهو الراجل فعلا مرحب بتكريم البعثه وبطلاتها. وكمان حضرتك قلت لي ان في خدوا الميداليه البرونزيه، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا. هو كمان اتكلم عن ردود الافعال الامريكيه للبعثه المصريه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حضرتك هتوصلوا امتى ان شاء الله؟ احنا ان شاء الله نيجي بكره ان شاء الله باذن الله. يعني توصلوا بكره، نوصل للاثنين ان شاء الله، توصلوا بالسلامة. وأكيد كمان أكيد مش هيعدي علينا إن احنا نعمل لكم تكريم يليق بيكم إن شاء الله بإذن الله. الله يسعدك حبيبي، ويا ريت تشرفونا في قناة الأهلي. يعني احنا نوجه الدعوة لحضراتكم، ويا ريت طبعا تشرفونا وتنورونا في قناة الأهلي. متشكر قوي، متشكر. أستاذ أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاصة، شكرا جدا لحضرتك. يعني كانت مناسبة حلوة إن احنا كمان خدنا الأستاذ أيمن وسيادة السفير محمد أبو الدهب، سافرنا في شيكاغو.